عقدت قائم مقامية قضاء سامراء اجتماعا مع المشرفين التربويين لما لهم من دور مهم في التوعية المجتمعية وسبل الارتقاء بالواقع الثقافي للطلبة ونشر روح التعاون والوقوف مع الدوائر الخدمية للنهوض بواقع المدينة لما تمر به تلك الدوائر من تحديات. بالتأكيد التوعية المجتمعية الغاية منها أنه يساهم المواطن في حفظ الأمن والنظام والمساندة على أيضا تقديم الخدمة. تقديم الخدمة يكون من توفير المتطلب أو المطلوب من المواطن اتجاه الدوائر التنفيذية العاملة على خدمته داخل المدينة، ابتداء من مسألة النفايات إلى الكهرباء إلى الماء إلى المجاري. هنالك متعلقات كثيرة تخص المواطن لكن عليه أن يقوم بها اتجاه هذه الدوائر. أردنا أن تكون هذه فرصة لكي نستعرض ما تقوم به دوائر مدينة سامراء وما تمتلكه من موارد في تقديم الخدمة. كان على أثرها تفهم الحضور وتفهم دور الحكومة المحلية المتمثلة بالجانب التنفيذي والتشريعي، تفهم عملها داخل مدينة سامراء والتحديات التي تواجهها. المشرفون أبدوا تفهمهم لما اطلعوا عليه من إيجاز قدمه قائم مقام قضاء سامراء عن عمل الدوائر الحكومية والمعوقات التي تواجهها، وأكدوا أنهم على استعداد لنشر الوعي بين طلبتهم ومجتمعهم خدمة للصالح العام. تقدم السيد القائم مقام بإيجاز حول الدوائر الموجودة في المدينة وكيفية عملها وإحصاء لأعداد الأشخاص والعاملين والآليات، وبدورنا نحن أيضا سنعمل على تثقيف الشارع وتثقيف الناس والأحياء والمدارس التي بعهدتنا إن شاء الله، لنخرج بحصيلة توفر خدمة وتطور وبالتالي بناء هذا البلد بناء رصين وبناء يحقق الحياة السعيدة لبلدنا العزيز. نقابة المعلمين بيّنت أن المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا الاجتماع تصب في النهاية لخدمة المدينة، وسيكون للكوادر التعليمية دور مهم بتوعية المجتمع للحفاظ على البيئة والبنى التحتية لتكون سامراء أجمل وأنظف. كان هذا اللقاء هو خاص لغرض توعية المجتمعية من خلال دور هذا الإشراف في مدارس سامراء حتى يوعون التلاميذ والكوادر التعليمية في ضرورة المحافظة على البيئة وضرورة المحافظة على الأرصفة والشوارع حتى تكون سامراء أجمل وأنظف. لقناة صلاح الدين محمد السامرائي، سامراء.